انطلقت فعاليات النسخة الأولى من معرض التخييم والمغامرات 2019 الذي ينظمه مركز أكسبو الشارقة في فرعه بالذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك بحضور سعادة وليد بخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسعادة محمد أمين مدير عام الغرفة، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز أكسبو الشارقة، وسعادة محمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ما إن تعتدل درجات الحرارة تتسابق العائلات والشباب للخروج إلى رحلات التخييم في البر. هذه الرحلة لها تجهيزات ومستلزمات خاصة وفرها مركز أكسبو الشارقة من خلال إطلاق معرض التخييم والمغامرات بنسخته الأولى في المنطقة، وسط مشاركة كبيرة ومتنوعة من الشركات المتخصصة في مجال الرحلات. طبعا نحن اخترنا هذا الوقت بحكم ان الجو الحين جميل ما شاء الله، وكثير من الشباب مهتمين في الرحلات الخارجية إلى البر وغيره، فحبينا من خلال مركز أكسبو الذيد اللي يقع في المنطقة الوسطى، منطقة مهمة جدا، أن يكون في معرض خاصة يخدم الشريحة للشباب وأيضا للتجار في المنطقة، أنهم ممكن يكون لهم متنفس أو يكون لهم مكان يجتمعون فيه يشوفون الصناعات الجديدة في التخييم. ما شاء الله وجدنا مشاركين كثر لهذا المعرض متنوع ما بين بحرية وأدوات رحلات وتخييم، وجدنا في جمهور غفير ما شاء الله متواجد من مناطق مختلفة. تنوع غني في معرض التخييم والمغامرات من مستلزمات خاصة بالرحلات البرية والبحرية، إضافة إلى كافة أدوات التخييم والشواء، كما كان هناك حضور للمحركات عبر الدراجات ذات الدفع الرباعي. يقام معرض التخييم والمغامرات في مركز أكسبو الديد لأول مرة من تاريخ 26 إلى تاريخ 30 نوفمبر، وفي هذا المعرض كل التزامات التخييم موجودة، ومثل ما أنتم شايفين هني الدراجات والخيم بجميع أنواعها وبجميع أشكالها موجودة في المعرض. احنا في الشركة يمكن دائما مشاركاتنا تندرج تحت البحر، التركيز هذا دائما تركيز يمكن احنا نشوفه مهم على دولة الإمارات وعلى دول المجاورة، بما أن البحر هو عامل رئيسي ورافد لهذه المشاركات. احنا يمكن عندنا كثير من المنتجات اللي ماخذين عليها وكالات حصرية على الخليج العربي. ويعد معرض التخييم والمغامرات الذي تستمر فعالياته حتى 30 من الشهر الجاري تجربة فريدة في المنطقة، بما يتضمنه من مشاركة واسعة من الشركات وعرض يشمل كافة المنتجات وبأسعار تنافسية في متناول الجميع. يشكل المعرض فرصة هامة لعشاق التخييم والرحلات لاقتناء ما يلزمهم من معدات تضفي على رحلاتهم أجواء استثنائية. لأخبار الدار وليد الأصبحي من مركز أكسبو الديد.